ضمن دورها في دعم الجهود الهادفة إلى الارتقاء بالإعلام الأمني في جميع مفاصل الوزارة، نظمت مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع دورة اختصاصية للعاملين في مجال الإعلام الأمني من منتسبي الأكاديمية العسكرية، والتي شملت دروسا نظرية وعملية متنوعة في فن التصوير الفيديوي والفوتوغرافي والمونتاج والمهارات الإعلامية الأخرى. بعد أن تسلمنا منصب مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي، كان لابد لنا أن نقوم بنقلة في موضوع التدريب وتطوير المهارات سواء لمنتسبي مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي أو لمنتسبي الإعلام ضمن قيادات العمليات والفرق والأسلحة والوحدات. هو حقيقة حققت نقلة في مجال الإعلام وتطور الإعلام، جادين بتطوير الصنف ونعمل على أن تكون لدينا مدرسة صنف الإعلام، وهذا ما حقيقة دعمنا به السيد معالي وزير الدفاع المحترم وكذلك السيد رئيس أركان الجيش. منتسبو الأكاديمية العسكرية المشتركون في الدورة أكدوا على أهمية المعلومات التي تلقوها خلال مدة الدورة، والتي قدمها نخبة من المختصين في صنف الإعلام والتوجيه المعنوي وعلى مختلف فنون التصوير والمونتاج، مؤكدين حرصهم على نقل كل ما اكتسبوه من خبرات ومعلومات إلى وحداتهم لنقل الرسالة الإعلامية الأمنية الهادفة. قامت مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي دورة تطويرية في مجال التصوير والمونتاج. تمكن منتسبو الأكاديمية العسكرية من الاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتراكمة من قبل القائمين على الدورة، وإن شاء الله سنطبق كل ما تعلمناه في مجال عملنا. نشكر مديرية الإعلام وزارة الدفاع على إتاحة هذه الفرصة للعاملين في مجال الإعلام ضمن الكليات العسكرية التابعة للأكاديمية العسكرية لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم ومهاراتهم في مجال الإعلام الأمني التخصصي، والذي تلقينا خلال هذه الدورة مواضيع متنوعة مثل التصوير الفيديوي والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج والمهارات الفنية الأخرى التي يجب أن يتمتع بها العاملين في مجال الإعلام الأمني. وتسعى مديرية الإعلام من خلال إقامة الدورات التدريبية لتطوير مهارات العاملين في مجال الإعلام الأمني وتمكينهم من أداء واجباتهم بمهنية واحتراف. من مقر مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي، فائق العطواني، إعلام وزارة الدفاع.